بس ايه يا دي الصمت ده؟ يا للو ده انا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنيه كل فتره كده يهف الشوق يجي يضرب سندوتشات من غير عدد وفي الاخر يحضرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ اجي لك وقت تاني هيما. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده يا دي؟ انت على طول مش طايقني كده يا ده سكت. انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين يا دي. يا دوعد ده حلو لاحبالك السوتيه. معلش يا هيما، انا كنت مفكرك قفلت روحت البيت لقيت امي متوغوش قوي على كوريا بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع، انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، اروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سكت تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبهنا. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طلعه كده حلوه هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كارثة ود، بس قبل ما نركع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام طلعة سوا، ايه رأيك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعة دي؟ كابتعون يا هيما، هتعمل ايه؟ هتمسك عجلة القيادة. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لأيام زمان، هنقول احنا لسه حبايب، يو ما خلص قلنا. طب بص، أنا هقول لك حاجة مش عايز أقولها لك تاني، تعون ده مش مجرد اسم، ده أسلوب حياة. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا طارق. ما تبقى جرع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني، دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم، حرام عليكم. يا جبتعون يا راجل يا ممل، ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصه حياتك، وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك، ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هيما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه يا بقول لك؟ قلبي اتسلبط بقى علينا، اتسلبط. لا بقول لك ايه يا طاعون؟ تقليب موت ماليش فيه، الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنة في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف، ماشي عشان خاطرك بس. ننزله بقى المرة دي بفلوسه عشان خاطر هيما، ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى. اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور؟ انت بتدعي لي غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيب؟ لا لا لا، ده القصفه بتاعتي يا هيما، اتكل انت. نفسي ربنا يكرمنا ابراهيم واعمل شريف فيه 8 اغاني ولا 10 اغاني والفلوس تجري في ايديا كده، وابقى مطرب مشهور. واول حاجه اعملها هشتري الخرابه اللي في اول الناصيه وابنيها دورين، دور لامي ودور ليا. انت عارف ابراهيم، امي عندها 60 سنه ما شافتش يوم حلو في حياتها. نفسي ربنا يكرمني بقى عشان اعوضها اللي راح منها. هتعوضها يا سوكا، هتعوضها عن كل الايام السوداء اللي انت شفتوها. انت اصلك لاد ابن حلال وصاحب صاحبك وتستاهل كل خير. هما يعني اللي غنوا احسن منك في ايه؟ والله انت طيب قوي يا ابن عمي، بعد اذنك بقى اخش اريح شويه. ايه ده في ايه؟ انا هندي مقصات يا ابراهيم، شيطان خطي السيده جيزه، ولاد الحلال قالوا لي انك راكب عربيه انت والواد طاعون، والعربيه تلزمني يا اما رقبتك تلزمني. طب الدخله دي مش حلوه يا هندي، انت في بطن البقره، بلد المليون راجل، يعني تقعد وتاخد واجبك ويتعمل معاك الصح لحد الاخر، وترجع باللي يلزمك. واجب الاوتومبيل، العربيه فين يا ابراهيم؟ الموضوع ده ما يخصنيش، ده يخص طاعون، روح يا ده سوكا اندهلي. فرقة انا خد يا سوكا يا العربيه فين يا ابراهيم؟ ما قلنا ما يخصنيش، روح يا ده سوكا اندهلي. السلام عليكم. ازيك يا ابله كوريا؟ مساء الفل. بقول لك ايه، مش وقت النظرات ثاقبه، عايزين نطمن على الراجل ونمشي. الف سلامه عليك يا هيما.
قلقتني عليك يا شيخ. الله يسلمك يا طاعون. ايه الورد الجميل ده؟ طول عمرك حساس. والله ما رضيت اسرقه، جايبهولك من مالي الخاص يا هيما. ده انا كان نفسي اجيلك ليلتها، بس انت عارف الظروف، اخوك بقى مسجل خطر ويعيشه في القلق. وهدا بيسلم عليك وبيقول لك الف سلام عليك، وكان عايز يجيلك لولا حوار فرح اخته الصغيره، بس هو حلف بنت يمين انه ما يعملش الفرح غير لما تقول لنا بالسلامه وتقف على رجليك. الله يسلمكم يا رجاله، فيكم الخير. خير؟ خير ايه اللي فيه؟ واحنا جالنا من وراهم الا النصايب ووجع القلب. الله هو فيه. ايه يا حاجه مالك؟ انت طلعتي منين فجاه؟ ارجعي لجوزك، انت مالك ومالنا انت؟ جرايه كوريا ما يصحش. لا يصح ونص يا هيما. ولو انت بتخاف انا ما بخافش الا من اللي خلقك. انت طول عمرك واد دغري ومتعلم وبتاع جامعه، ودول شويه ساعه وصوابق ومسجلين، لازين فيك ليه؟ عايزين منك ايه؟ واخره المدام كنت هتروح مني في شربه مي عشان مين ده كله؟ يا طاعون احنا جايين نتحط علينا ولا ايه؟ وايه موضوع السوابق ده؟ ما الحال من بعض يا ست كوريا. جرى ايه يالا؟ كفايه كده يا نسر، سيب الست كوريا تجيب اللي في بطنها. انا لا هجيبه ولا هودي ولا هطلع حاجه. ويكون في علمك يا نسر، مش كل من دخل السجن بقى ابن حرام. كل واحد فيكو عارف اللي فيه وعارف بلاويه، وانا كمان عارف، وتلات ارباع اهل الحاره عارفين. اقسم بالله لو ما بعدتوا عن هيما انا راجل مش حرمه، بقول لكم هتزعلوا وزعله كبيره كمان. ماشي؟ انت تزعل. بركه ان احنا اطمنا عليك يا هيما، وان شاء الله تقوم بالسلامه ويبقى لنا كلام سوا. سلام. سلام. مع السلامه يا طاهر. مع السلامه. خطوه عزيزه. تعطلت يا بت ولا ايه؟ مش ليك راجل قاعد؟ ايه؟ كلمتين كانوا محشورين في زور، كنت هطرشق لو ما قلتهمش، ايه المشكلة يا كل؟ يخرب عقلك ياض يا كداكي، ده انت بسبعة ارواح ياض. لا وايه؟ نزل الفرح ولا 17 راجل في بعض، ولا تقول لي إصابة ولا مستشفيات. نزل 17 راجل ورجع ذكر. بس ايه؟ برضك المزة قوية وشديدة، كوريا فرتكت الليلة عليه هو ونوال وسلومة، ديناميت يا مواطن ديناميت. ايه؟ المايه رجعت لمجاريها ولا مجاريها لسه طافحه؟ طافحه يا طاعون، اتسدت يا عم. ولا اتسدت ولا بتاع، الحريم سهله ورجعتها قريبه، دوستين ثلاثه منك وهتلاقيها سلكت. ما اقدرش اقول لك غير كل طريقه حبك ليا، ما اقدرش اقول لك غير عليا، ولا مؤاخذه هات لي هديه. ادينا بندوس يا عم طاعون. سيبك انت، انا عايزك في حاجه ألذ. احنا ما احتفلناش بيك من ساعه خروجك من المستشفى. انا عندي واد صاحبي شغال بودي جارد في كباريه سبع نجوم، انما ايه، من بتوع الحلاوه يا مواطن. قفل الليله دي واطلع البس الحته الزفره وانزل لي، هعيشك ليله ملوكي، ليله مع طاعون. يلا ياض انجز، انا قلت لك قبل كده طاعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. ماشي. عيله 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 تايها تايها يا ولاد الحلال، منه زمايل نايل على جيبة رجال. عيله تايها تايها يا ولاد الحلال، منه زمايل نايل على جيبة رجال. شفت زودتها في الرأس، بهدلت الإصابة بتاع الكتفة. معلش. اشرب اشرب يا هيما واربع. الليله ليله هنا وسرور، احنا معمول معانا واجب، انما ايه في اهيما؟ كتاب اللي انا بحبك حب طاعون ما حبوش راجل لراجل قبل كده. ايه الليله دي؟ بتحب طاعون يا هيما؟ ايه الليله دي؟ الحمد لله الحمد لله. الله 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 الله، انت ليك في سن المعاشات ده؟ لا انا ليا في فلوس المعاشات. استنى بقى كده شويه، لان شكل السناره جامد. سناره اللي تغمز يا عم كبداكي دي، لو السناره غمزت فيها تموت. ده حلاوته يا حمار، اللي زي دي ها تظبطها في اول اسبوع، تتجوزها في التاني، تموت في التالت، تورث انت في الرابع، معروفه. ايوه يا صاحبي، بس عزرائيل مش بالنيه، ومحدش ضامن مين بيموت قبل مين. مشيك تبقى معمره وبتضرب بالركلي الوليه دي، ساعتها تشرق انت الاول وتبقى ليلتنا طيبه. ساعتها ابقى شهيد، احتسب شهيد، معروفه برضه. طيب انا اروح احبق بقى عليها ها، وراجع لكم، ولو ما رجعتش تبقى الليله اتظبطت. ماشي. خلاص يا هيما، خلاص يا هيما، وفر الكوس ده لتيتك. يلا الليله دي حبيبي يا حبيبي. شاطره وشطوره. على فكره انا معجب بحضرتك جدا جدا جدا. مش حضرتك نيكول سابا برضه؟ الواد سوكا بقى يتفرج على تركي كتير، الواد ضاع. اللهم صل على النبي، ده كاظم الساير في الحاره عندنا ده ولا مين؟ الواحد ياض يا كبداكي طلع ليه في القيافه ولا كان عارف، فجأة اكتشفت ان انا سكسي. اه
ودي قلبتها دي من واحد ده ولا ايه طاعون؟ لا 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 لا، انت تعرف عني كده يا صاحبي، دي بدله الشغل. اصل اخوك اشتغل بودي جارد في الكباريه ياض اللي سهلنا فيه اخر مره ساعه ما سبتنا ومشيت مع الوليه القرشانه. شغل شمال بس شمال على نظافه، بالبدله والكرافته والشوكه والسكينه، تقلب الزبون بس هو بيقول لك ميرسي وشكرا وبرونتو. لعبت وارتاحت يا طاعون، لعبت وارتاحت. طب ما تاخدنا يا عم على جناح، ده اللي يطير لوحده يقع يا صاحبي. انا نازل بدري دلوقتي عشان مدير الصاله يفطمني على الشغل، اقول له شوف لك على شغلان. لا شغل مره واحده، انت خدمتك ليا ان انت تسهرني سهره في الكباري ده وانا عارف سك. يا قليل الادب، عينينا اعتبر الكباري كباريهك والطاعون طاعونك. جد انا بحبك، عيب اصحاب انا وانت ولا فاكرين الماضي لا مؤاخذه ولا اهبق انا. اقعد يا هيما انت وانا جايبك اخطب لك، ايه الخجل ده؟ اقعد. الحمد لله يا كبير، هيما ابن منطقتي واخ اصغر ليا. وانا شفته امبارح حتى بالاماره كان عامل لنا قلق هنا في المحل. لا يا كبير، القلق ده انا ما احبوش، حتى بالاماره انا اول ما لقيت الدنيا غيمت خلعت احتراما للمكان. لا وانا الحركه دي عجبتني قوي. امال يا كبير، هيما ده ابن اصول، ده كان هيدخل المرداديه بس مجموعه فشل. بس انا مش عارف افضيله ترابيزه ولا قعده، الدنيا موسم وزحمه زي ما انت شايف، صاحبك وضيفها كاب على راسه من فوق، مره يعني كده ولا حاجه مش كل يوم. طب ما تضمه يا كبير يشتغل معانا. انت بتفهم في ايه يا ابراهيم؟ بيفهم في ايه؟ ده الراجل شيف قد الدنيا، مش لا مؤاخذه مستر كنتاكي عمل خلطه الفراخ فسموه كنتاكي، هيما بقى اللي دخل خلطه الكبده فسموه كبداكي، واحسن حاجه فيها ميزه تاكل كبداكي في الجيزه. خلاص دخلوا مطبخ نجربه. لا مطبخ ايه يا كبير، ما تفنيش بالحياه، ابوس ايدك، ما تخليني هنا في الصاله، ده انا عجبك قوي، شغلني اي حاجه في الصاله ان شاء الله، شغلني رقاص.